بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. شرح كتاب عمدة الأحكام للحافظ عبد الغني المقدسي رحمه الله. الدرس السادس. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد، أما بعد، قال المصنف رحمه الله تعالى: عن عباد بن تميم، عن عبد الله بن زيد بن عاصم المازني رضي الله عنه قال: شكي إلى النبي صلى الله عليه وسلم الرجل الذي يخيل إليه أنه يجد الشيء في الصلاة، فقال: لا ينصرف حتى يسمع صوتاً أو يجد ريحاً أو يجد ريحا. نعم، أحسن الله إليك. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هذا الحديث عن عباد بن تميم التابعي عن عبد الله بن زيد المازني الصحابي أنه شكي إلى النبي صلى الله عليه وسلم. شكي هذا مبني للمجهول، لم يسمى من الشاكي، ولا يترتب على هذا نقص، لأنه لم يذكر الشاكي لا يترتب عليه نقص. شكي إلى النبي صلى الله عليه وسلم الرجل، خيلوا إليه في الصلاة أنه خرج منه شيء، يعني شيء ينقض الوضوء، فقال صلى الله عليه وسلم: لا ينصرف، يعني لا ينصرف من الصلاة حتى يسمع صوتا أو يجد ريح، لا يسمع صوتا للخارج أو يجد ريحا، يعني يتحقق من خروج الشيء لوجود إحدى هاتين العلامتين. هذا حديث عظيم فيه فوائد للمسلمين، ويحل مشاكل كثيرة عن المسلمين. وقوله شكي إلى النبي صلى الله عليه وسلم، هذا فيه الرجوع إلى أهل العلم فيما أشكل من مسائل الدين. والله جل وعلا يقول: أسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. والرسول صلى الله عليه وسلم هو المبلغ عن الله، وهو الذي يسأل، ومن بعده يسأل أهل العلم. اسألوا أهل الذكر، يعني أهل العلم. والعلماء ورثة الأنبياء، يرجع إليهم بعد الأنبياء فيما أشكل من أمور الدين. شكي إلى النبي صلى الله عليه وسلم أن الرجل إذا قام في الصلاة يحصل عنده وساوس، هل انتقض وضوءه أو لا، ذلك أن الشيطان حريص على أن يشوش على المسلم ويشغله عن صلاته ويصرفه عنها، ما استطاع إلى ذلك سبيلا، فهو يخيل إلى الإنسان أنه أحدث، خرج منه شيء. النبي صلى الله عليه وسلم سد عليه الطريق، وأفتى بأن الإنسان يستمر في صلاته ولا ينصرف منها حتى يتحقق حصول الناقض للوضوء، لأن الأصل الطهارة، ولا يخرج عن هذا الأصل إلا بيقين. فالطهارة
متيقنة، وحصول الناقض مشكوك فيه، واليقين لا يزول بالشك. هذه قاعدة عند أهل العلم، وهي مأخوذة من هذا الحديث أن اليقين لا يزول بالشك. فمن تيقن أنه على طهارة وشك هل انتقض وضوءه فإنه يبني على الأصل وهو الطهارة، ما لم يتحقق حصول ما ينقض الطهارة. وكذلك العكس، لو تيقن أنه على غير وضوء وشك هل توضأ أو لا، إن الأصل بقاء الحدث، هي لا بد يتوضأ لأنه متيقن أنه على غير طهارة، وحصل عنده شك هل ارتفع حدثه بالوضوء أو لا أو بالاغتسال، فهذا يجب عليه أن يتطهر، لأن اليقين لا يزول بالشك. فهذا أراح الموسوسين الذين يحصل عندهم وساوس في صلاتهم، وما أكثرهم، ما أكثر الموسوسين الذين يأتيهم الشيطان فيوقع فيهم الشك. فالنبي صلى الله عليه وسلم أراحهم بهذه القاعدة العظيمة، والحمد لله، لأنه يبقى على طهارته وعلى صلاته، وأنه لا يلتفت إلى الشك، فإنه من الشيطان. وقد جاء أن الشيطان ينفخ في مقعدة الإنسان وهو يصلي، أو يحرك شيئا من شعر دبره فيخيل إليه أنه أحدث، يوجد عنده شيء من الحركة أو من النفخ أو غير ذلك، فلا يلتفت الإنسان إليه ما لم يجد إحدى هاتين العلامتين، سماع صوت الحدث أو وجود رائحته، حينئذ زال اليقين، زال اليقين ووجد الحدث، فينصرف من صلاته ولا يستمع. فهذا الحديث فيه هذه القاعدة العظيمة، وفيه أن من تيقن الحدث وهو في الصلاة لا يجوز له أن يستمر فيها، لأن بعض الناس قد يكون قائما في الصف صلي مع الناس ومع الجماعة ويتيقن إن وضوءه انتقض، أو يتيقن أنه لم يتوضأ من الأصل، لكنه يستمر في الصلاة لأنه يستحي أنه يخرج، هذا لا يجوز، لا يجوز له أن يستمر، لا ينصرف حتى يسمع، دل على أنه إذا تيقن ينصرف، ولا يجوز له الاستمرار في صلاته. وهذا أجمع عليه أهل العلم، أنه ما دام أنه متيقن للطهارة فإنها باقية ولا تزول بالشك. واتخذوا منه قاعدة عامة في جميع الأشياء، في جميع الأحكام، أن اليقين لا يزول بالشك. لكن بعض العلماء يقول هذا مطلق، اليقين لا يزول بالشك قبل الصلاة أو وهو في الصلاة، ما دام أنه توضأ يقينا وشك في الحدث فإنه لا يلتفت إلى الشك، سواء قبل الصلاة أو وهو في الصلاة. وبعضهم يقول هذا إذا كان في الصلاة، إذا شك وهو في الصلاة فلا ينصرف حتى يتيق. والراجح الأول أنه عام، أنه عام، سواء حصل الشك قبل الصلاة أو حصل وهو في أثناء الصلاة فإنه لا ينصرف منها. بينما بعض العلماء يقول إذا شك في الحدث فإنها بطلت طهارته، إذا شك في الحدث بطلت طهارته، وهذا خلاف الحديث، قالوا لأنه الأصل بقاء الصلاة في ذمته،
نظروا إلى أن الأصل بقاء الصلاة في ذمته، وأنه لا يخرج، وأنه لا تبرأ ذمته من الصلاة إلا بيقين الطهارة، وهذا عنده شك، فرجعوا إلى أن الأصل شغل الذمة بالصلاة، وأن ذمته لا تبرأ إلا إذا تيقن أنه أداها على وجه صحيح لا لبس فيه ولا شك، وهذا عنده شك. فثلاثة أقوال في المسألة: قول الأول ظاهر الحديث أنه لا يلتفت إلى الشك مع وجود اليقين، سواء في الصلاة أو خارج الصلاة. قول الثاني أنه إذا كان في الصلاة لا ينصرف، وإن شك قبل دخوله في الصلاة فإنه يتوضأ. القول الثالث أنه يتوضأ مطلقا، شك في الصلاة أو خارج الصلاة، وهذا القول الأخير خلاف الحديث فلا يعول عليه. هذا القول الأخير خلاف الحديث فلا يعول عليه، والصحيح هو الرأي الأول، والحمد لله. نعم. وعن أم قيس بنت محصن الأسدية أنها أتت بابن لها صغير لم يأكل الطعام إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأجلسه في حجره فبال على ثوبه، فدعا بماء فنضحه على ثوبه ولم يغسله. عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم أتي بصبي فبال على ثوبه فدعا بماء فأتبعه إياه، ولمسلم فأتبعه بوله ولم يغسل. هذان الحديثان في بول الصبي الغلام الذكر الذي لم يأكل الطعام وماذا يعمل به. ففي حديث أم قيس بنت محصن، وهي أخت عكاشة بن محصن رضي الله عنه، أنها أتت النبي صلى الله عليه وسلم بابن لها. كان من عادتهم إذا ولد المولود أنهم يأتون به إلى النبي صلى الله عليه وسلم ليحنكه ويدعو له ويبرك عليه، كانت هذه عادتهم بالمواليد، يأتون بهم إلى النبي صلى الله عليه وسلم. فمن جملتهم هذه المرأة جاءت بابن لها صغير لا يأكل الطعام، فوضعه النبي صلى الله عليه وسلم في حجره. هذا من شفقته صلى الله عليه وسلم وتواضعه، فهو أفضل الخلق ويضع الصبي في حجره عليه الصلاة والسلام، فيه تواضعه صلى الله عليه وسلم. فبال الغلام، بال الغلام في حجر النبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم دعا بماء فصبه أو رشه على محل البول ولم يغسله، يعني لم يفركه ويعصره، بل اكتفى بنضحه بالماء. هذا في الحديثين، حديث عائشة حديث أم قيس، فيهما أنه صب الماء على موضع البول من ثوبه صلى الله عليه وسلم ولم يغسله، يعني لم يفركه ولم يعصره كما هي العادة في غسل النجاسات. فدل هذا الحديث على مسائل: المسألة الأولى ما كانوا يفعلونه مع النبي صلى الله عليه وسلم من إتيانه بالمواليد يدعو لهم ويحنكهم
ويدعو لهم بالبركة، وهذا خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم، فلا يشرع مع غيره بأن يؤتى بالمواليد إلى العلماء أو إلى أهل الفضل، لأن الصحابة ما كانوا يفعلونه إلا مع النبي صلى الله عليه وسلم. وفيه التبرك، تبرك بريقه صلى الله عليه وسلم، لأنه يمضغ تمرة ثم يضعها في فم الطفل، هذا ما يسمى بالتحنيك. ففيه التبرك بريقه صلى الله عليه وسلم لأنه مبارك عليه الصلاة والسلام، فيتبرك بآثاره المنفصلة من جسده عليه الصلاة والسلام من الريق والعرق والشعر والثياب التي يلبسها، يتبرك بها لأن فيها بركة من النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا في حياته عليه الصلاة والسلام. أما بعد أن مات انقطعت آثاره البدنية، انقطعت هذه الآثار من الريق والعرق والشعر والثوب، وإن كانت بعض آثاره كثيابه وشعره بقيت مدة عند بعض الصحابة، لكن انقرضت على طول الزمان وليس لها وجود الآن. فلا يجوز التبرك بالمواضع التي جلس فيها والمواضع التي صلى فيها، لا يجوز هذا إلا ما ورد به الدليل خاص. التبرك بآثاره في الأرض من جلوسه ومصلاه ومكانه لا يتبرك به، إنما هذا خاص بمن فصل من جسده عليه الصلاة والسلام. فهذا يرد به على الخرافيين الذين يحاولون الآن إحياء الآثار، يسمونها الآثار النبوية وآثار الصالحين، ويقولون دار المولد ودار وغار حراء وغار ثور والأمكنة التي جلس فيها صلى الله عليه وسلم، هذا مبتدع. ما كان الرسول صلى الله عليه وسلم يفعل، ما كان يذهب إلى غار ثور ولا إلى غار حراء بعد بعثته عليه الصلاة والسلام، إلا أنه ذهب إلى غار ثور يوم الهجرة من أجل الاختفاء فيه، وليس لأجل البركة في هذا المكان ولكن لأجل الاختفاء فيه، تعمية الخبر على قريش. ولم يكن الصحابة يذهبون إلى هذه الأماكن ولم يكونوا يعتنون بها إلا بالمساجد التي هي بيوت الله عز وجل. وأما هذه الآثار التي يسمونها آثار الصالحين وآثار النبي صلى الله عليه وسلم لا يجوز التعلق بها، لأن هذا وسيلة إلى الشرك، وسيلة إلى الشرك، والتبرك بها واعتقاد أنها يحصل بزيارتها والدعاء عندها يحصل بذلك الإجابة ويحصل بذلك المطلوب، فيؤول هذا إلى الشرك، كما حصل في قوم نوح لما غلوا في الصالحين وتبركوا بآثارهم وقع فيهم الشرك. فالواجب قطع هذه الوسيلة. وأما احتجاجهم بالتبرك بريقه ومن فصل من جسده، نعم هذا صحيح، هذا سنة وفعله الصحابة وأقره النبي صلى الله عليه وسلم، لكن هذا انتهى بموته عليه الصلاة والسلام، فلا يلبس على الناس مثل هذا الأمر. فرق بين هذا وهذا، وفرق بين المساجد أو المصليات، فرق بين المصليات التي قصدها للصلاة فيها والمصليات التي صلى فيها مصادفة ولم يقصدها، مثل الأمكنة التي صلى في طريقه لما حضرته الصلاة لم يقصدها، وإنما
صلى فيها مصادفة لما حضرته الصلاة. أما الأمكنة التي قصدها من أجل الصلاة فيها ومن أجل أن يصلى فيها من بعده كما حصل في بيت عتبان بن مالك وأم سليم، فهذه قصدها عليه الصلاة والسلام لأشخاص معينين، لأشخاص معينين، ولم تبقى بعد ذلك مزارات. ما كان الصحابة يروحون البيت أم سليم ولا يروحون البيت عتبان بن مالك، وإنما هذا خاص بأصحاب هذه البيوت لأجل أن يصلوا فيها بعد النبي صلى الله عليه وسلم، فهو خاص بهم، بدليل أن الصحابة ما كانوا يذهبون إلى هذه المصليات في بيت أم سليم أو بيت عتبان بن مالك ما أشبه ذلك، فيوقف عند الدليل وعند النص ويقتدى بفعل الصحابة رضي الله عنهم لأنهم أعلم الأمة بما يشرع وما لا يشرع. نرجع إلى أصل المسألة، وهو أن الصحابة كانوا يأتون إلى النبي صلى الله عليه وسلم يحنكهم ويدعو لهم بالبركة، ومن ذلك هذا الغلام بال في حجره صلى الله عليه وسلم، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بالماء وصبه عليه. هذا دليل على نجاسة البول، هذا دليل على نجاسة بول الآدمي كبيرا كان أو صغيرا، وهو إجماع من العلماء أن بول الإنسان نجس سواء كان صغيرا أو كبيرا، ذكرا أو أنثى. ثالثا، في الحديث دليل على أن نجاسة بول الغلام الذي لا يأكل الطعام أنها نجاسة مخففة يكفي فيها النضح، مثل نجاسة المذي كما سبق، نجاسة مخففة يكفي نضحها بالماء ولا تحتاج إلى غسل. وأما الجارية يعني الأنثى فإن بولها نجس مثل الكبيرة ولو كانت لا تأكل الطعام، ولو كانت طفلة. الجارية يعني الأنثى الصغيرة بولها نجس ولو لم تأكل الطعام. وفي الحديث الآخر يغسل من بول الجارية ويرش من بول الغلام، هذا خاص بالذكر. وقد اختلف العلماء في الحكمة في الفرق بين الذكر والأنثى، في كون الذكر يكفي نضح بوله بالماء والأنثى لا بد من غسله كالكبيرة، ما الفرق بينهما مع أن كل منهما صغير، كل منهما لم يأكل الطعام؟ حكمة في هذا خفية والله أعلم. لكن منهم من يقول لأن الغلام يكثر حمله للشفقة عليه ومحبته ويحصل منه تبول، فيسر الله على المسلمين في أن يكتفوا بنضح بوله دفعا للمشقة، تخفيف، من باب التخفيف، لأن الشيء إذا كثر وشق على الناس فإنه ييسر. فلما كان الغلام له محبة في قلوب الناس ويكثرون من حمله خفف الله فيه في أنه ينضح من بوله فقط، بشرط أن يكتفي باللبن ولا يأكل الطعام، فإن أكل الطعام فهو مثل الكبير يغسل من بوله، لأن الأصل في البول النجاسة هو أنه يغسل، واستثني منه بول الغلام هذا الذي يرضع اللبن ولا يأكل الطعام، فيقتصر على موضع الدليل لأنه استثناء من الأصل، استثناء من الأصل، تخصيص من الأصل، فيوقف عنده. وأما الأنثى قالوا لأنها ما الناس ما يميلون إليها ولا يشفقون عليها ولا يكثر حملها،
فبقيت على الأصل، بقيت على الأصل أن بولها نجس، نجاسة مغلظة، وأنه يغسل كغيره من الأبوال. هذا قيل في الفرق، وقيل لأن الغلام الذكر مخلوق أصله من التراب، أصله من التراب، لأن آدم عليه السلام أصله من تراب، والتراب طاهر. وأما الأنثى فأصلها من حواء، مخلوقة من آدم، من لحم ودم. ففيه فرق بين أصل خلقة الذكر وأصل خلقة الأنثى، أورق بينهما في الحكم، والله أعلم. نعم. عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: جاء أعرابي فبال في طائفة المسجد فزجره الناس، فنهاهم النبي صلى الله عليه وسلم، فلما قضى بوله أمر النبي صلى الله عليه وسلم بذنوب من ماء فأهريق عليه. نعم. في هذا الحديث أن أعرابياً، الأعرابي واحد الأعراب، وهم سكان البادية، سكان البادية قالوا لهم الأعراب، وأما سكان الحاضرة فيقال لهم الحضر، أهل الحضر. والغالب على البادية الجفاء، الغالب على البادية الجفاء والجهل بأحكام الشرع، وأما الغالب على أهل القرى وأهل المدن فأنهم يتعلمون أحكام الشرع من النبي صلى الله عليه وسلم ومن العلماء. فهذا الأعرابي جاء من البادية لا يعرف شيئا من أحكام المساجد، فصلى ركعتين ثم قال: اللهم ارحمني ومحمدا ولا ترحم معنا أحدا. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: لقد تحجرت واسعا. ثم لم يلبث أن بال في المسجد، في طائفة المسجد، يعني في ناحية مسجد النبي صلى الله عليه وسلم. هذا لا شك أمر منكر، البول في المساجد أمر منكر، ولذلك بادر الصحابة في زجره، لأنه فعل منكرا. ففي هذا إنكار المنكر، في هذا إنكار المنكر إذا حصل. وفيه أن المساجد، أنه يشترط طهارة المساجد من النجاسة، يشترط تطهير المساجد من النجاسة، فلا تجوز الصلاة في مكان نجس، لا في المساجد ولا في غيرها، يشترط طهارة البقعة التي يصلي فيها. فهذا الأعرابي خالف الحكم الشرعي وبال في المسجد الذي يصلي فيه الناس، بل وفي أفضل المساجد بعد المسجد الحرام، وهو مسجد النبي صلى الله عليه وسلم. فلذلك أنكر عليه الصحابة، ولكن نظراً لكونه جاهلاً رفق به النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا فيه الرفق في الجاهل. إذا فعل منكراً وهو جاهل فإنه يرفق به ويبين له الحكم الشرعي برفق لا بغلظة وقسوة. فنهاهم النبي صلى الله عليه وسلم وقال لهم: دعوه، أي دعوه يكمل بوله، فتركه حتى أكمل بوله. قالوا: لأنه لو قام وقطع بوله حصل مضرتان، المضرة الأولى أنه يتضرر صحيا، لأن حبس البول يضر بصحة الإنسان،
وثانيا لو قام وهو يبول لا انتشرت النجاسة في المسجد، لانتشرت النجاسة في المسجد وتتقاطر النجاسة في أكثر من موضع. فإذا ترك انحصرت النجاسة في مكان واحد، فهذا فيه قاعدة ارتكاب أخف الضررين لدفع أعلاهما، قاعدة عظيمة في أصول الفقه، ارتكاب أخف الضررين لدفع أعلاهما أو ارتكاب أخف المفسدتين. هذا أخذوا منه هذه القاعدة العظيمة، ارتكاب أخف الضررين لدفع أعلاهما. فلو أنه أقيم وهو يبول لانتشر البول في أكثر من موضع، فإذا ترك انحصر البول في موضع واحد وهذا أخف. النبي صلى الله عليه وسلم أمر بارتكاب أخف الضررين لدفع أعلاهما، وهي قاعدة عظيمة. فلما فرغ من بوله أمر النبي صلى الله عليه وسلم بذنوب، بفتح الذال وهو الدلو المملوء بالماء، فإن كان دلوا وليس فيه ماء لا يقال له ذنوب، وإنما يقال له الدلو. والذنوب اسم مشترك يطلق على الدلو المملوء بالماء ويطلق على النصيب، على النصيب، كما قال تعالى: وإن للذين ظلموا ذنوبا فإن للذين ظلموا ذنوبا مثل ذنوب أصحابهم، أي لهم نصيب من العذاب مثل نصيب أصحابهم من الكفر. فيطلق الذنوب ويراد به النصيب، والمراد به المعنى الأول، المراد به هنا المعنى الأول وهو الدلو المملوء، المملوء بالماء. فأمر به فأهريق، أهريق بالهاء، أصله أريق بالهمزة فزيدت الهاء، وهذه لهجة عربية فصيحة، تقول أريق وتقول أهريق. أهريق يعني صب البول على موضع الماء. فهذا يؤخذ منه وجوب طهارة المساجد والمصليات من النجاسة، ويؤخذ منه كيفية تطهير الأرض المتنجسة بأنها يصب عليها الماء، ويكفي هذا، صب عليها ماء يغمر ما فيها من البول ويكفي هذا، ولا تحفر ولا ينقل ترابها ولا تحوط، وإنما يصب على طبيعة الأرض، يصب على المحل الذي أصابه البول، صب عليه الماء ويطهر بذلك. وهذا من تيسير الله سبحانه وتعالى، لأن النبي صلى الله عليه وسلم اكتفى بأن صب على مكان البول ماء. وفيه مكارم أخلاقه صلى الله عليه وسلم، حيث رفق بهذا الأعرابي، فلما فرغ دعاه وقال: إن هذه المساجد لم تبنى لذلك، وإنما بنيت لذكر الله والصلاة. ففيه حسن تعليمه صلى الله عليه وسلم ورفقه بالجهال وحسن خلقه عليه الصلاة والسلام. وهكذا ينبغي لطلبة العلم والدعاة إلى الله عز وجل والمحتسبين الذين يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر أن يستعملوا مع الجهال طريقة اللينة اللبقة التي لا تجرح شعورهم، لأنهم لم يفعلوا هذا عن تعمد وإنما فعلوه عن جهل، فيرفق بهم. فليت الدعاة وليت
الآمرون وليت الآمرين بالمعروف نهينا عن المنكر يمشون على هذه القاعدة العظيمة النبوية في دعوتهم وفي أمرهم بالمعروف ونهيهم عن المنكر. فهذا حديث عظيم، والشاهد منه أنه يشترط طهارة البقعة للصلاة، وأن كيفية تطهيرها إذا أصابتها النجاسة، نجاسة البول، أنه يصب عليها الماء ويكفي، صب عليها كمية من الماء وتكفي. أما إن كان النجاسة لها جرم، نجاسة لها جرم كالغائط، فهذا لا بد من إزالة عين النجاسة ثم يغسل أثرها، يزال أولا عين النجاسة ثم يصب الماء على مكانها. نعم. عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: جاء أعرابي فبال في طائفة المسجد فزجره الناس، فنهاهم النبي صلى الله عليه وسلم، فلما قضى بوله أمر النبي صلى الله عليه وسلم بذنوب من ماء فأهريق عليه. نعم، انتهينا منه. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: الفطرة خمس: الختان والاستحداد وقص الشارب وتقليم الأظافر ونتف الإبط. نعم، في هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الفطرة خمس: الختان وقص الشارب ونتف الآباط وتقليم الأظافر وحلق العانة. الفطرة تطلق ويراد بها الخلق، كما قال تعالى: فاطر السماوات والأرض، أي خالق السماوات والأرض. وتطلق ويراد بها الجبلة، فيقال: فلان مفطور على كذا، يعني مجبول، مجبول على كذا. وتطلق ويراد بها السنة والدين والإسلام، وهذا هو المراد الآن في هذا الحديث. الفطرة يعني السنة والدين والإسلام. قال الله سبحانه وتعالى: فأقم وجهك للدين حنيفا، فطرة الله التي فطر الناس عليها. قال صلى الله عليه وسلم: كل مولود يولد على الفطرة، يعني على الإسلام. فأبواه يهودانه، يعني إن حصل عنده ضلال وانحراف فهو بسبب أبويه، بسبب التربية، سبب التربية السيئة، فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه، ولو ترك على فطرته لتقبل الخير ونبت الخير في فطرته وفي نفسه، لأنه تربة صالحة في الأصل. فإذا أفسدت هذه التربة وهذه تغيرت، تغير الفطر إنما هو بسبب دعاة السوء ودعاة الضلال من الشياطين، من شياطين الإنس والجن ومن الأبوين الفاسدين. فالمراد بقوله من الفطرة يعني من السنة التي فطر الله الناس عليها. قولها الفطرة خمس، ظاهره أن الفطرة محصورة في هذه الخمس، ولكن الأمر ليس كذلك، فهناك خصال من الفطرة لم تذكر في هذا الحديث، فليس المراد الحصر، وإنما المراد أن هذه الخمس هي أهم خصال الفطرة، هي أهم خصال الفطرة، فالحصر هنا إضافي وليس حقيقيا. كما لو قلت: العالم زيد، ليس معنى هذا أنه ليس هناك علماء، لكن هو أكثر العلماء تحصيلا. فقولها الفطرة خمس أي أهم خصال الفطرة خمس. وفي حديث آخر: خمس من الفطرة، من الفطرة، فدل على أن هذه الخمس
ليست هي كل الفطرة، وإنما هي بعضها وأهمها. ومعنى الفطرة السنة، فهذه الخمس أو هذه الخصال من سنن الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. الأولى قص الشارب، الأولى الختان، الأولى الختان، والختان هو إزالة القلفة من الذكر التي تغطي الحشفة، إزالة القلفة قطعها حتى تبرز الحشفة من الذكر، وفي ذلك مصلحة، في ذلك مصلحة، لأن هذه القلفة لو بقيت لتراكمت عليها النجاسات والأوساخ، فإذا أزيلت زال أثرها وزال، فهذا من الطهارة. إزالة الختان وإزالة القلفة هذا من كمال الطهارة، لأنها لو بقيت لا تنجس ما تحتها، ولا يمكن إزالة هذه النجاسة، فيصلي الإنسان في نجاسة. وأيضا هي من الناحية الصحية أيضا إزالتها، لأنها لو بقيت لحصل تحتها من الأوساخ ما يسبب شيئا من الأمراض، وما يسمونها الآن بالجراثيم والأشياء التي تتلبد تحتها، فإذا أزيلت زالت، زال هذا المحذور. الختان من سنة الأنبياء، وأول من اختتن إبراهيم عليه الصلاة والسلام. وأما الجارية يعني الأنثى فتختن أيضا، تختن، وهو ما يسمى بالخفاض، يسمى بالخفاض، لكن ختان الذكر واجب وختان الأنثى سنة وليس بواجب. هذا الختان، ولهذا عده النبي صلى الله عليه وسلم. فيختن الصبي في صغره لأنه أسهل وأيسر عليه، فيستحب التبكير في ختانه، فإذا وصل البلوغ وجب الختان، قبل البلوغ الختان سنة، فإذا وصل البلوغ وجب الختان، ما لم يخف ضررا على نفسه. أما إذا لم يخف ضررا على نفسه بالختان فإنه يجب عليه الختان، حتى من أسلم وهو غير مختتن فإنه يشرع له أن يختتن بعد إسلامه، وهذا مشروط بعدم الضرر على حياته أو على صحته، فإذا وجد الضرر فإنه يترك ولا يختن. والآن والحمد لله الأمر متيسر في المستشفيات، ووجود الأدوية والمطهرات، فلا يشق الختان لا على الكبير ولا على الصغير، جراحة يسيرة تعالج بأسهل شيء ويحصل بها فائدة عظيمة، هذا هو الختان. وقص الشارب وهو ما ينبت على الشفه العليا، الشارب ما ينبت من الشعر على الشفه العليا، فلا يجوز أن يترك يطول، لأن في هذا محذوران: محذور الأول التشبه بالكفار الذين يغذون شواربهم ويطيلونها من المجوس وغيرهم، ويفتلونها ويفتخرون بها. والمحذور الثاني أن هذه الشوارب إذا طالت يحصل بها تلويث الشراب، إذا شرب من شراب وشاربه طويل فإن شاربه ينغمس في الشراب فيكرهه على غيره، يكرهه على غيره، ولما فيه من تشويه الصورة، تجد من شاربه طويل تجد صورته مشوهة، تجد الذي يقص شاربه تجد صورته حسنة، ففيه مخالفة للكفار، في قصه مخالفة للكفار، وفيه جمال للوجه
وفيه سلامة من الأذى إذا شرب في ماء أو لبن أو مرق أو غير ذلك، فإنه يدنسه على غيره ويكرهه على غيره، ويتلوث هو أيضا، يتلوث هو. وجاء في الحديث قص الشارب، وفي حديث آخر جز الشارب، وفي حديث ثالث إحفاء الشوارب. والمقصود أنها لا تترك تطول، أنها لا تترك الشوارب تطول. ولاحظوا أن الرسول قال قص وقال جز وقال إحفاء، ولم يقل حلق الشارب، فيكره حلقه لأنه يشوه الوجه، يكره حلق الشارب. قالوا يحلق رأس الشفة فقط، يحلق رأس الشفة فقط، الإطار، إطار الشفة يحلق، وما فوقه يجز ويقص. هذا أجمل شيء وأحسن شيء، فلا يترك يطول ولا يحلق، وإنما يحفى بهذه الصفة، يحفى بهذه الصفة الجميلة الحسنة. الرسول صلى الله عليه وسلم أمر بإحفاء الشوارب، وأمر بإعفاء اللحى وترك اللحى، فأبى أهل الفسق وأهل النذالة إلا أن يخالفوا سنة الرسول صلى الله عليه وسلم فيحلقوا لحاهم ويوفرون شواربهم، هذا خلاف سنة الرسول صلى الله عليه وسلم، مع ما في ذلك من التشويه والمخالفة للسنة والتشبه بالنساء، تشبه بالكفار، لكن كل هذه تغيب عن أذهانهم. وكما قال الشاعر: يقضى على المرء في أيام محنته حتى يرى حسناً ما ليس بالحسن. إذا كانوا لا يريدون اللحى فليختصوا، لأن الخصي لا ينبت له لحية، فيقطعون الخصية ولا ينبت لحية ويسلمون منها، لأنهم أصبحوا ليسوا رجالاً وإنما هم أشباه النساء. فالحقيقة أن حلق اللحى أنه تشويه ومخالفة للسنة وتشبه بالنساء وتشبه بالكفار وعادة قبيحة، لكن ما تقول في أناس يستحسنون هذا ويعتبرونه رجولة ويعتبرونه تقدماً وحضارة وغير ذلك، ويستهزئون باللحية. وإذا بلغ الأمر إلى هذا، إلى الاستهزاء، هذه ردة عن الإسلام. إذا استهزأوا بسنة الرسول صلى الله عليه وسلم، بل بسنة الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. هارون عليه السلام يقول لأخيه موسى: لا تأخذ بلحيتي ولا برأسي، دل على أن هذا من سنن الأنبياء، إعفاء اللحى، وأن حلق اللحى من سنن الكفار أعداء الرسل وأعداء الأنبياء. فكون المسلم ينحاز إلى أعداء الرسل ويتصف بصفاتهم ويترك سنة الأنبياء، هذا من الحرمان والعياذ بالله، ومن الانتكاس، ولا حول ولا قوة إلا بالله. قص الشارب هذه الثانية، والثالثة تقليم الأظافر، تقليم الأظافر، أظافر اليدين وأظافر الرجلين. قالوا لا يترك الظفر يطول على اللحم، بل يكون محاذياً للحم، ولا يتركه يطول لما في ذلك من تشويه الصورة والتشبه بالحيوانات، تشبه بالحيوانات، فلا يترك أظفاره تطول طولاً ظاهراً، بل يتعاهدها، يقصها في كل أسبوع، في كل 30 يوم، في كل 40 يوم. وقد جاء في الحديث الصحيح البخاري، في صحيح مسلم، جاء في صحيح مسلم: وقت لنا في قص الشارب وتقليم الأظافر وحلق العانة إلى 40 يوما، إلى 40 يوما، لا يزيد تركها على 40 يوم. وكونه يتعاهدها في كل أسبوع أو في كل 10 أيام، أو هذا أحسن، فيقص أظافره،
هذا من خصال الفطرة، وتركها مخالف لخصال الفطرة. وقد خالف هذه السنة بعض المسلمين، خصوصاً النساء، خصوصاً النساء، فتجد النساء يطلن الأظفار، أظفار أيديهن كأنهن من السباع، لا لشيء إلا لأن الكافرات يعملن هذا، وهن يعتبرن الكافرات متقدمات فيقلدنهن، هذا لا يجوز. فقص الأظافر سنة للرجال وللنساء من المسلمين. الرابعة نتف الآباط، نتف الآباط، الآباط ينبت فيها شعر، وإذا ترك تلبد عليه العرق والأوساخ فصار له رائحة، صار له رائحة كريهة من العرق المتلبد على شعر الآباط، فيزيل شعر الآباط، والأفضل أن يزيل ذلك بالنتف، لأن النتف أخف من الحلق بالموس، والحلق بالموس يجوز، الحلق بالموس، لكن يقولون إذا حلقه فإنه يقوى الشعر، تقوى أصوله، فإذا نتفه لم يقوى بعد ذلك، يصير سهل. أو يزيله بما يزيل الشعر من المزيلات، من النورة أو من المراهم التي تزيل الشعر. فالمقصود إزالة شعر الأبط، لكن الأفضل إزالته بالنتف إذا تيسر، وإن أزاله بغير النتف فلا بأس، فلا بأس بذلك، ولا يترك شعر آباطه يطول. الخامس حلق العانة، حلق العانة وهو ما يسمى بالاستحداد، لأنه يستعمل فيه الحديد وهو الموس، فالعانة تحلق، والعانة هي ما ينبت حول الفرج قبلاً كان أو دبراً، هذه هي العانة، فيحلقها ولا يتركها تطول، لأن في ذلك محاذير كثيرة من توسخ ومن خبث الرائحة ومن ترطبها بالبول وتلوثها بالبول والغائط، فيحصل لذلك محاذير كثيرة، فيبادر بحلقها أو إزالتها بالمواد المزيلة كالنورة ونحوها. هذه من خصال الفطرة ومن سنن الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. نعم، لكن وجد من البشر وهم ما يسمون بالهيبيين أنهم يتركون هذه الشعور كلها، وهذه والأظفار، يتركون شعور شواربهم، ويتركون آباطهم، ويتركون العانة، ويتركون الأظفار، حتى يصبحوا كالبهائم، يسمونهم بالهيبيين. وقد يقلدهم، أناس من شباب المسلمين، والتقليد هذا أمر مشكل، مسألة التقليد والتشبه يعشقه كثير من الناس، ويخالفون السنة من أجل تقليد الكفار، لأنهم يعتبرون الكفار كمل، يعتبرونهم متقدمين وحضاريين، يقلدونهم، يعتبرون العمل بالسنة تأخراً ورجعية وما أشبه ذلك من الألقاب المنفرة، فلا حول ولا قوة إلا بالله. الشيطان يزين هذه الأمور، أفمن زين له سوء عمله فرآه حسناً فإن الله يضل من يشاء ويهدي من يشاء. وقال الشاعر: يقضى على المرء في أيام محنته حتى يرى حسناً ما ليس بالحسن. فعلى المسلم أن يتأدب لآداب الإسلام، لما فيها من الجمال، لما فيها من الفضل، لما فيها من الشهامة، لما فيها من الخير الكثير، وأن يبتعد عن سمات الكفار وعادات الكفار، لما فيها من الشر وما فيها من التشبه. وقد قال صلى الله عليه وسلم: من تشبه بقوم فهو منهم، ولا حول ولا قوة إلا بالله. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. فضيلة الشيخ، يقول السائل: المساجد التي يوجد بها الفرش هل ينطبق عليها في البول
مثل المساجد في السابق؟ الحديث وارد في المساجد التي ترابية، المساجد الترابية، أما الفرش فتؤخذ وتغسل، تنقل، لأن الفرش يمكن نقلها فتنقل وتغسل ثم تعاد إلى مكانها. نعم. فضيلة الشيخ، هل الحليب الصناعي اليوم، لكن قد تقول البلاط مثلا، إذا حصل البول على البلاط، نعم، ولو حصل على بلاط يصب عليه الماء ويكفي، لأنه لا يمكن نقله. نعم. فضيلة الشيخ، يقول السائل: هل الحليب الصناعي اليوم يعتبر من الطعام فتكون النجاسة غير مخففة؟ لا ما يعتبر. الحليب سواء كان من الضرع من ثدي المرأة، أو كان مجففا، أو كان من الحيوانات، كله سواء، لا يعتبر من الطعام، وإنما يعتبر من الرضاع. نعم. فضيلة الشيخ، يقول السائل: ما هي طريقة النضح الصحيحة؟ هل هي غمس الثوب أو صب الماء عليه؟ نعم. يقول السائل: ما هي طريقة النضح الصحيحة؟ هل هي غمس الثوب أو صب الماء؟ هل هي إيش؟ هل هي غمس الثوب؟ غمس الثوب؟ نعم. عجيبة. أو صب الماء عليه؟ صب الماء عليه، المقصود صب الماء عليه ورشه بالماء. نعم. فضيلة الشيخ، يقول السائل: قد يريد أحدهم أنه ورد عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان يحفظ أماكن النبي صلى الله عليه وسلم، فمنها أنه كان يقضي حاجته في مكان قضاء حاجته صلى الله عليه وسلم، فما هو الرد عليهم؟ نعم، ابن عمر رضي الله عنه لحرصه على الاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم كان يفعل هذه الأشياء، لكن لم يوافق عليها، لم يوافقه أكابر الصحابة، ومنهم أبوه عمر بن الخطاب، ما كانوا يوافقونه على هذه الأشياء، وإنما هذا اجتهاد منه رضي الله عنه لا يوافق عليه. نعم. فضيلة الشيخ، يقول السائل: صليت صلاة الظهر وكنت على غير طهارة. نعم. واستحييت أن أقطع صلاتي، فهل علي إثم بذلك؟ نعود إلى إجابة السؤال، يعني ابن عمر رضي الله عنه كان مجتهدا في جميع الطاعات والعبادات، وكان عابدا تقيا، ولكنه اجتهد فتحرى هذه الأماكن اجتهادا منه، لكن المبتدعة الآن مفرطون في الطاعات، بعضهم لا يصلي الصلوات الخمس ويتحرى هذه الأماكن ويحيي هذه الآثار، فهم مقصرون في الواجبات والفرائض ويحرصون على البدع والمحدثات، ولا حول ولا قوة إلا بالله، فليسوا مثل ابن عمر رضي الله عنه وأرضاه. نعم. فضيلة الشيخ، يقول السائل: صليت صلاة الظهر وكنت على غير طهارة. نعم. واستحييت أن أقطع صلاتي، فهل علي إثم بذلك؟ إذا كنت تعلم هذا أو تعلم أنه يجب عليك الانصراف أنت تأثم، أما إذا كنت جاهلا بهذا فعليك التوبة والاستغفار ولا تعود لمثل هذا. نعم. فضيلة الشيخ، يقول السائل: يحدث عندي بعد الفراغ من البول الإحساس بخروج شيء مع الحركة والقيام والقعود، وحاولت أن أتجاهل ذلك، لكنني تأكدت أنه حقيقة، حيث إني أحسست، إذا أحسست بذلك أقوم بالتفتيش فأجد ذلك حقيقة تامة، ثم بعد ذلك بدأت أضع منديلاً على الذكر بعد الفراغ من البول، لكن أحياناً أنسى هذا المنديل وأتوضأ وأذهب للصلاة، فهل علي شيء، حيث إن المنديل قد يكون فيه نجاسة؟ ربما أن هذا من الوسواس، كله من الوسواس، ولكن عليك أولاً إنك إذا تبولت
أن تحرص على استفراغ البول ولا يبقى منه شيء في الذكر، تحرص على الاستبراء من البول، ثم تستنجي وتتوضأ. فإذا حرصت ولم تستعجل في الوضوء حتى ينقطع البول نهائيا واستنجيت أو استجمرت بعده، فإنه لا يحصل عندك شيء من هذا، لأنك عملت الاحتياط من الأول. أما إذا استعجلت ربما أنه يحصل عندك هذا الشيء، لأنك استعجلت قبل أن ينقطع البول، فعليك بعدم العجلة عند التبول، فلا تتوضأ حتى ينقطع البول وينشف الذكر. ولو تأخرت شيئاً من الوقت ما لم يبلغ إلى حد الوسواس. أما قضية إنك تجد شيء، فإذا وجدت شيء تيقنته فلا شك أنه يجب عليك الوضوء، يجب عليك الاستنجاء ويجب عليك الوضوء من جديد. لكن احذر من الوسواس، فإن الشيطان يخيل لك أنه خرج منك شيء وأنك حصل منك شيء من أجل أن يفسد عليك العبادة ويشق عليك. احذر من الوسواس واحرص على قطع البول قبل الوضوء، وسيزول عنك ما تجد إن شاء الله. نعم. أحسن الله إليك فضيلة الشيخ. يقول السائل: ما حكم حلق وقص العنفقة؟ لا يجوز قص العنفقة، وهي ما ينبت على الشفه السفلى، لا يجوز، هذا من اللحية، لا يجوز قصها. وتجد اللي يقصونها مشوهين، والذين يبقونها تجد عليهم القبول، ولأنهم فعلوا السنة وعملوا بالسنة، فلا يجوز قص العنفقة، هي من اللحية. نعم. فضيلة الشيخ، يقول السائل: هل الأصل في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الرفق أو الغلظة، إذ نرى أن الأحاديث كثيرة في رفق النبي صلى الله عليه وسلم مع أصحابه، وقلة الأحاديث التي تدل على استخدام اليد لتغيير المنكر؟ الناس يختلفون، الجاهل يرفق به، وأما المعاند الذي ليس بجاهل فهذا يتخذ معه الإجراء اللازم من تأديبه. والناس يختلفون، والله جل وعلا يقول: ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن إلا الذين ظلموا منهم، يعني المعاندين هؤلاء لهم حل آخر. فالذي يرتكب المنكر إن كان جاهلا فإنه يرفق به ويعلم ويبين له برفق وتلطف، وأما إذا كان معاندا فهذا أهل الحسبة وولاة الأمور يأخذون على يده. نعم. فضيلة الشيخ، يقول السائل: ما حكم حلق شعر الرقبة وغيره من شعر الجسم مما لم يرد فيه نص؟ حلق شعر الرقبة ما في بأس، شعر الجسم ما في بأس، لكن ما يؤخذ أسفل الرأس، لأن بعض الناس يحلق أسفل الرأس من الخلف، يحلق بعض رأسه من الخلف، هذا لا يجوز لأن هذا من القزع. أما الشعر النابت على الرقبة أو على الحلق أو على الصدر أو على الظهر أو على الساقين والذراعين فلا بأس بإزالته. نعم. فضيلة الشيخ، يقول السائل: ما حكم لبس الساعة المضببة بالذهب للرجال والفضة للنساء والعكس؟ النساء يجوز لها تلبس الذهب والفضة لأن هذا من الحلي المباح لهن، أما الرجل فيلبس من الفضة الخاتم، يلبس من الفضة الخاتم ولا يلبس شيئا من الذهب، لا مضبب ولا غيره، إلا الأشياء التي رخص فيها من الذهب كربط الأسنان، ربط الأسنان بالذهب، أو اتخاذ الأنف من الذهب إذا قطع أنفه يتخذ أنفا من الذهب، أو يربط أسنانه من الذهب،
هذا لا بأس به، لأن الذهب لا يصدى خلاف غيره، فإنه يصدى وينتن ما دعت إليه الحاجة لا بأس به. وأما ما كان من باب التجمل والتزين للرجال فهذا حرام ولا يجوز. نعم. فضيلة الشيخ، يقول السائل: إن نبي الله إبراهيم عليه الصلاة والسلام اختتن بقدوم، فما معنى قدوم؟ هل آلة أم اسم لمكان؟ القدوم هو الفاس، الفاس المعروف. نعم. فضيلة الشيخ، يقول السائل: ما حكم التأمين للمأموم في الصلاة الجهرية، ومتى يكون واجبا ومتى يكون مندوبا، وهل يكون بعد تأمين الإمام، وكيف الجمع بين حديث إذا أمن فأمنوا وحديث إذا قال ولا الضالين فقولوا آمين؟ تأمين سنة، تأمين الصلاة الجهرية بعد الفاتحة سنة للإمام وغيره، ويرفع الصوت به لأنه تأمين على الدعاء، لأن الفاتحة دعاء، كلها دعاء، أولها دعاء عبادة وآخرها دعاء مسألة، فيؤمن على هذا الدعاء العظيم الذي في الفاتحة، ويرفعون أصواتهم جميعاً الإمام والمأمومون. إذا أمن فأمنوا، يعني أمنوا معه كفعل الصحابة مع النبي صلى الله عليه وسلم، فإن من وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له. نعم. فضيلة الشيخ، يقول السائل: سمعت من بعض العلماء فتوى بأنه لا يجوز للإنسان أن يقول توكلت، أن يقول توكل على الله أو توكلت على الله ثم عليك، ولكني قرأت. نعم، التوكل على الله هذا عبادة، فلا يجعل للمخلوق، ما يقول للمخلوق توكلت عليك، وإنما يقول وكلتك، وكلتك أو فوضتك، ولا يقول توكلت عليك، هذا على الله جل وعلا، وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. ايش يقول؟ يقول: ولكني قرأت في فتوى اللجنة الدائمة جواز ذلك، لأن معناه تفويض الأمر لله، والعبد يفوض فيما يقدر عليه. أي يفوض، لكن بغير لفظ التوكل، بل يفوض بلفظ التوكيل، فالفتوى فيها نظر، لأنهم لم يدققوا في هذا الموضوع. وقد نص على هذا الشيخ عبد الرحمن بن حسن في فتح المجيد، أنه ما يجوز أن تقول توكلت عليك، نص على هذا في فتح المجيد وغيره. نعم. فضيلة الشيخ، يقول السائل: ما حكم التخفيف للحية، وما حد اللحية؟ ما يجوز التخفيف اللحية، اللحية ما هي بثقيلة علشان تخفف، ما هي بثقيلة، ما شفنا واحد طاح من لحيته، ما هي بثقيلة والحمد لله، فكيف تخفف؟ اللحية لا تخفف، ولا يجوز أخذ شيء منها، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أمر بإكرامها وإرسالها، وأمر بإعفائها، لا يجوز أخذ شيء منها. نعم. فضيلة الشيخ، يقول السائل: هل المداومة على حلق اللحية يعتبر كبيرة من كبائر الذنوب؟ نعم، إذا كان يعلم أنه محرم وأن الرسول نهى عنه وداوم عليه صار كبيرة، لأن المداومة على الصغيرة يصيرها كبيرة، وكذلك المجاهرة، المجاهرة بالمعصية أشد من فعل المعصية خفية، فحلق اللحية فيه مجاهرة وفيه مداومة، فلا يبعد أن يصل إلى حد الكبيرة لمن كان يعلم الحكم الشرعي، أما اللي ما يعلم الحكم الشرعي إنما هو مقلد فهذا لا شك أنه ما يعتبر فاعل كبيرة، يعتبر فاعل معصية حتى يبين له. نعم. فضيلة الشيخ، يقول السائل: إذا كنت في سفر وقد جد بي السير، فما هو الأفضل لي، أن أقف أصلي جمع تقديم، أو أواصل السير ولو صليت جمع تأخير عند وصولي إلى بلدي؟ نعم، السنة إذا جد بك السير ألا تتوقف، وأن تستمر
وتجمع جمع تأخير كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل. النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا دخل وقت الصلاة الأولى قبل الرحيل يجمع جمع تقديم، وإذا دخل عليه وقت الأولى وهو في السير يؤجل الأولى ويجمعها مع الثانية، هكذا سنة الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم. فضيلة الشيخ، يقول السائل: ما رأيكم في كتاب الجهاد والقتال في السياسة الشرعية للدكتور محمد هيكل؟ وجهونا جزاكم الله خيرا. والله لا أعرفه ولا قرأته ولا أدري عنه، ولكن أحكام الجهاد والجهاد موجود في كتب أهل العلم يرجع إليها. نعم. فضيلة الشيخ، يقول السائل: مؤذن مسجد يتقدم أحيانا ويصلي بالناس، وفي قراءته للفاتحة يكسر العالمين، وقد نبهته على ذلك ولكن لسانه اعتاد هذا وهو لا يعتقد المعنى الخاطئ ولكنه يلفظ هكذا، فهل صلاته صحيحة وصلاة من خلفه؟ صلاته غير صحيحة إذا كان يستطيع التعديل ولم يعدل، لأن العالمين يغير المعنى، هذا لحن يحيل المعنى، فإذا كان أنه ما يستطيع يعدل صلاته في نفسه صحيحة، لكن لا يجوز أن يكون إماماً للناس. نعم. فضيلة الشيخ، يقول السائل: ما حكم مس القرآن في غير وضوء على القول الراجح؟ نعم. يقول: ما حكم مس القرآن في غير وضوء على القول الراجح مع الدليل؟ لا يجوز مس القرآن مباشرة من غير طهارة، لقوله صلى الله عليه وسلم: لا يمس القرآن إلا طاهر، وقد اتفق الأئمة الأربعة على هذا، أنه يحرم أنه يمس القرآن مباشرة على غير طهارة، وهذا دليلهم، حديث عمرو بن حزم: لا يمس القرآن إلا طاهر. أما إذا مسه من وراء حائل أو بواسطة شيء يمسكه ويمس به المصحف أو الآية كالمسطرة والقلم ونحو، فلا بأس بذلك، أو أنه لبس على كفيه شيئاً ومس المصحف وقد غطى كفيه بشيء، فلا مانع، لأنه هذا غير مباشرة. نعم. فضيلة الشيخ، يقول السائل: هل يجوز الجهاد مع أهل البدع ضد اليهود والنصارى، ومن ثم نلتفت لتصحيح العقيدة التي بيننا وبينهم؟ الجهاد يكون مع إمام المسلمين، إذا أمر بالجهاد وجند الناس للجهاد يجاهد معه، لأن الجهاد من صلاحيات الإمام، هو الذي يتولاه ويأمر به ويقوده أو يقيم أمراء على المجاهدين، وأما بدون ولاة الأمور فلا يسمى هذا جهادا، إلا إذا كان من باب الدفع، يعني واحد جاك يبي يقتلك ولا يبي ياخذ مالك، هذا تدافعه، وإن قتلك فأنت شهيد، أو إنسان يريد أن يسطو على بلاد المسلمين وأنت معهم فتدافعونه وتجاهدونه، لأن هذا دفاع عن الحرمة، عن الحرمات. نعم. ولهذا يقول العلماء: لا يجوز الغزو بغير إذن الإمام إلا أن يفجأهم عدو يخافون كلبه، يعني لو تأخروا تسلط عليهم العدو، ففي هذه الحالة يجاهدون ولو لم يأذن لهم الإمام، لأن هذا من باب الدفع عن حرمات المسلمين. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.